هادو الناس المضرورين، الناس اللي ما دافيهم حتى واحد. جاوا الليجان، منين جات اللجنه قايده شي ديور، فيهم الناس كرايه، دار فيها اربعه العائلات قايده شي عائله وحده. هذا الشيء راه ماشي منكر، راه حشومه. الناس ما عندهمش الخزين، يفشرشون الارض الضايات ويتغطون بالسماء بالامطار. تيدخل عليهم تندخل انا المخيمات ديال المنكوبين، والمشكله هي ما صنفوش لنا هذه المنطقه منطقه منكوبه. علاش؟ وهذا النداء اللي بغيت نوجد انا لجلاله الملك، ما كنرحم حتى شي واحد، حتى شي واحد ما تيعقل على هاد الناس، حتى واحد ما كيطلع على هاد الناس، حتى واحد ما كيواسي هاد الناس ولو غير بكلام طيب. راه الناس ما محتاجين والو، راه الناس راه كاين ليهم مراض. الناس يفتريشون الارض، الغيس جات الشتا عليهم، الشمس عليهم البارح. اي الناس انا راه دخلوا عندي الصفحه غتلقاو لي لايف ديال الناس ما عندهمش لي طونش، فهمتيني؟ ولي طونش ماشي حل. راه لي كرافه راه الحمد لله راه دخلت المساعدات من جميع انواع العالم. المغرب راه المغرب المغاربه ماشي رخاص، تحطهم في خيمه. راه خيمه راه كنبغيو نمشيو لخيمه في مولاي عبد الله، راه عندي لا طونت ديالي كنداي وكراسي ديالي. الناس ما محتاجينش الخيام، ما محتاجينش الماكله، الناس محتاجين الاهتمام. واش واحد اصاحبي حياته كلها هو يبني في دارو ويبني فيها بشويه بشويه، بغى يمشي حتى بلاصه تمشي لدارو. الناس ما كانوش استافدوا، وكانوا كاينين الناس، كاينين الناس هنا وما استافدوش. راه حشومه رانا لا نقول الا ما يرضي ربي. احنا كمزمزا كنشوفوا مجموعه من الدوائر داخل اقليم الحوج كيستافدوا في مجموعه من الامور ومجموعه من القطاعات اللي كتوجه تما على اساس التعاون والتضامن، حين ان امزميز مقصي سواء قبل الزلزال وكذلك بعد الزلزال. وهذه مناشده للمسؤولين انهم يشوفوا بعين الرحمه لهذه المنطقه هذه التي اعطت نخب واعطت مجموعه من المثقفين وكذلك الاطر داخل الوطن. وبالتالي هذه مناشده لهم انهم ان تتقدمهم مدينه امزميز ودائره امزميز من اجل الوقوف عند المشاكل التي تتخبط فيها هذه الساكنه، خصوصا بعد الزلزال والعيش لا كريم داخل الخيام. وبالتالي هذه مناشده لهم من هذا المنبر في هذه المسيره الحاشده انهم يجيو ويقفوا عند المطالب ديال هذه الساكنه وينفذوها. كاينين حنا اربعه الكرايه في الدار، اربعه ما تستافدناش. حنا جالسين هنايا، جالسين الشتاء البرد تمر الكحله الشمكره تيديروا عليك، يعني فين بتهز؟ الملك قال لهم اتعطيو للمساكين، حنا ما شفنا والو ومكرفسين وما داروا معنا حتى حل. مازال ما عطاونا حتى حاجه منا. داكشي اللي قال الملك، داكشي اللي قال سيدنا ما عطاوه لينا. الله يرحم والدينا ولدي، داكشي اللي تنطلبوا منكم الله يجزيكم بخير. هاد الهضره توصل الله يجزيكم بخير، الله يرحم الوالدين.